يتمتع الدب الرمادي بحجم هائل، وهو الحيوان المفترس الأقوى في شمال غرب الولايات المتحدة وكندا. يصل طوله منتصباً إلى نحو 3 أمتار، وهو قادر على اصطياد الثدييات الضخمة كالموظ والوعل والجاموس. يعتبر الدب الرمادي الحيوان الأضخم الموجود في الولايات 48 السفلية، يتراوح وزنها بين 350 إلى 450 كيلوغراماً، وهو أكبر وزن يمكن أن تصل إليه. إنها شديدة الضخامة بالفعل، وذلك بسبب حجم عضلاتها التي تمنحها قوة هائلة. الدب الرمادي عموماً حيوان نهاري، أي إنه ينشط في النهار وينام في الليل، لكن نشاطه يبدأ عادة في ساعات الصباح الأولى عندما يتبدد الليل ويبزغ الفجر.